السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات على القسم 2-5 الطاقة الحركية، مجلد 3 للصف 12 متقدم، من الدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري: المثابرة، أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق. مفتاح النجاح بإيدك، في عون الله. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. النوع من المسائل سهل جدا وبسيط، ما بيجي مسائل، بيجي اختيار من متعدد فقط للتدريب. يرتبط الضرر الذي أحدثه مقذوف عند تصادمه بطاقته الحركية. احسب الطاقة الحركية لهذه المقذوفات وقارن بينها. عندك حجر كتلته، عندك الكتلة وعندك السرعة. إذن قانون تعويض جواب، هذا قانون، هنا عوضنا، هذا الجواب. بنفس الشيء كرة بيسبول، قانون تعويض جواب. سي، قارن ما بينات الطاقة الحركية للحجر أكبر من الطاقة الحركية للرصاصة، ثم أصغر شيء الطاقة الحركية لكرة البيسبول. هلا سيدي بتجي اختيار من متعدد. الحجر هو أثقل بكثير، لذلك لديه طاقة حركية على الرغم من أنها هي أبطأ، يعني سرعة قليلة لكن كتلته أكبر. بالنسبة لكرة البيسبول سرعة كبيرة لكن كتلة صغيرة. لاحظ هون حولنا، بدك تنتبه، بدك تحول من الجرام للكيلو جرام. هون حولت للكيلو جرام بالقسمة على 1000، سهلت العملية، يعني من 100 تقسيم 1000 تطلع بهذا، 20 تقسيم 1000 تطلع هذا. للمسألة الثانية، تتحرك سيارة ليموزين بسرعة، عندك السرعة. إذا كانت كتلتها بما في ذلك الركاب تساوي هاي الكتلة، فما طاقتها الحركية؟ قانون تعويض جواب. الكتلة بالكيلو جرام والسرعة بالمتر لكل ثانية. أعطاك السرعة كيلو متر لكل ساعة، بدل الكيلو حطيت 1000، وبدل الساعة 3600 ثانية. نضرب في الداخل وبعدين منربع بيطلع هذا الجواب. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.